في المنطقه هنا؟ انا بيتنا ده، بيتنا ده احنا حصل بتكلمي على على بص حصلت وليعه هنا فوق ولعت في الهدوم بتاعتنا في سلوك الكهرباء هنا والغسيل بتاعنا ولع وبيتنا يومها ولع كمان كانت في نار من سبب الكهرباء ديت وبينزل في بهايم هنا بيرموا البهايم والحيوانات البهايم بتيجي هنا عندنا الاطفال العيال بينزل لها بيجي لها نازله على طول على طول نازله مين بيرمي الحيوانات هنا؟ ما في ناس مربينا في مزارع بهايم وحسنا وحاجات من دي على طول والله العظيم ونروح نعمل الشكاوى وما فيش حد بيجي يبص هنا بتقدم الشكوى لمين؟ احنا بنروح بتاع كوبايه النور لان دي هنا في كابل نور كبير هنا بيوقف البهايم بيوقف الحصان بيوقف كل حاجه بص لقوا الريحه بتخش علينا والله العظيم جوه احنا ساعات ما نسيب بيتهم مشوا بيبقى اطفالنا عيالنا صغيرين ما بيستحملوش بينجي لهم نزلات على طول من سبب المجاري هنا والله انت بتوجهي رساله لوزاره الصحه انا الماسوره دي بالذات الماسوره دي ده هنا ايه ده مجاري ده ليه في كابل كهرباء كبير هنا تحت الترع بص هو موقف زباله هنا يعني ممكن الشوال ده ممكن يكون فيه حاجه الشوال ده ممكن يكون فيه حاجه ومحطوطه دلوقتي احنا لما بيبقى فيه حصان ولا بيبقى فيه مغزى جاموسه ابار اي حاجه من زي دي بتقف هنا والريحه بتقل الاولاد الشمس بتضرب فينا والله ما حد ما بيجي خالص ولا كركه ولا اي حد خالص رسالتك وصلت ان شاء الله هيشوفك برده في وزاره الصحه احنا عندنا اطفال والله العظيم احنا محتارين نقوله لمين احنا بنروح نعمل شكاوى من سبب الكهرباء وبيتنا ولع برده كسروا الكهرباء برده ولعت من سبب الكهرباء والله العظيم.